الله يرحم الوالدين اخوها الدري هذا مسكين راه كلاها بزاف وضر بزاف وجهه. الله يرحم الوالدين المحسنين اخويا عاونوه الله يستركم الله يرحم الوالدين. وهاد الزرار قرا عندنا منسي اخويا من الامن من كل شرك فاهم فهمتوني اخوتي. الله يرحم الوالدين والناس تحضي اولادها الصغار ما بقاش تطلقهم يمشيو منا وتطلعوا منا فهمتني. راه قشر عندنا من الويدان عندنا منا كذا شحال من واحد راه مسكين تشوفها فهمتني. الله يرحم الوالدين وهو الوالد ديالو عاونوه الله يرحم الوالدين. انا نطالب حق ولدي ما نسمحش بها انا ما نسمحش بها ما نسمحش بحق ولدي فين ما بدار خصني يرجعوا لي حق ولدي. انا ما نطالب والو خويا يرجلوا لنا ولد كيما كان اخويا يردونا اسامه كيما كان هو طفل صغير اخويا والمدرسه ممنوع عليها الكلاب هذا الحارس لا كي قال لنا المدير قال انا قام في خبارش بلي راه مسافر ما عطاني لا موافقه بلي نسافر قال لك حارس يقعد هنا حارس هنا قبضوا العطله. المدير قال لك انا كان شي حاجه تدفعوا للنيابه هذه الهضره ومهم احنا نطالب ما طالبين حتى حاجه طالبين غير الولد يتريق اخوها والولد جون اخوها باش ما يطلع لنا شي معقد. انا اخوها اخويا وحاضر على المنظر اه لا يركبك هذاك الشيء كان شوف اخوها لا اله الا محمد رسول الله فيس بلاي وجهه راه خصو التجميل راه كامل وجهه مشى منا اخوها راه كنشوف راه حنا ما عادش نقدروا باش نديروا التجميل كان عندنا كاع باش رجلهم كما نقولوا مريضنا ما عنده باس ولكن الكلاب ممنوع في المدرسه واش راه كوري اخويا ولا